معنا لينا قنوع من العاصمة الأردنية عمان، وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا، لنتحدث عن يعني جيروم باول، وكأن تأثير الكلمة كان قويا لأنه طالب بمزيد من مستويات الدعم. برأيك هل هذا يعطي انطباع أنه الفيدرالي الأمريكي لديه مخاوف متزايدة، يعني أكثر مما نراها أيضا واضحة في هذه المرحلة؟ نعم، صباح الخير وصباح لكل متابعي سي ام بي سي عربية. طبعا كانت الصورة قاتمة من كلمات الرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ويوجد فيها نوع من الضبابية، حيث تحدث عن أن الركود أو تعافي الاقتصاد العالمي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، فهذا يعطي بالفعل تشاؤم حول تعافي هذا الاقتصاد، وربما يستغرق وقتا طويلا. نحن نتحدث أيضا عن ربما يواجه هذا الاقتصاد بعض مشاكل السيولة، وهذه المشاكل السيولة التي سوف يواجهها قد تتحول إلى مشاكل في الملاءة المالية، لذا ربما يحتاج الاقتصاد بالفعل إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي، وربما فعلا الصورة قاتمة وما زالت الضبابية. هناك توقعات بأن تكون ربما استبعد من طاولة النقاش أسعار الفائدة السلبية التي حث عليها دونالد ترامب بأن تكون أسعار الفائدة دون الصفر، لكن يظهر أنه المتداولين يسعرون بأن تكون فعلا أن يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة ليس هذا العام وإنما في العام القادم. بالتالي ربما نتيجة هذه الضبابية والقتامة في التي تحدث من أو التي قالها من خلال كلمته، يظهر أن الركود الاقتصادي أسوأ مما كنا نتوقع، والتعافي يحتاج إلى الفترة الزمنية أطول. وما رأيك أيضا لينا فيما يتعلق ببعض المؤسسات المالية، توقعاتها بإمكانية أن يصل الذهب إلى تقريبا $2000 في العام بحلول العام القادم؟ الذهب كيف يتعامل أيضا بتحركاته مع الدولار، وأيضا موضوع حزم الدعم العالمية؟ نعم طبعا، ما زالت وجهة النظر أنه أسعار الذهب سوف ترتفع، وترتفع على المدى الطويل. المدى الاتجاهات الصاعدة ستكون على أسعار الذهب نتيجة تحركات البنوك المركزية، ولو سمعنا أيضا نتيجة هذه البيانات السلبية سواء من جيروم باول وأيضا البيانات السلبية التي سوف تظهر من فقدان الوظائف من إعانات البطالة الأمريكية، نتحدث عن ركود الاقتصاد العميق وتوقعات بانكماش الاقتصاد، وكل هذه الأسباب ستؤدي إلى انقيام البنوك المركزية وأيضا الحكومات بإجراءات دعم تحفيز ومالية، فسوف تدعم أسعار الذهب على المدى الطويل. لكن إذا على المدى القصير أتوقع التذبذب في ظل انخفاض الطلب الاستهلاكي على الذهب. نحن نتحدث عن تراجع في الطلب على الحلي والمجوهرات من قبل الهند بنسبة 99%. نتحدث أيضا عن واردات الصين التي تشكل 14% من إنتاج الذهب عالميا، ربما هي أيضا تضغط على أسعار الذهب. يعني المضاربة أيضا تلعب الدور نتيجة، يعني إذا تحدثنا عن الذهب، يعني ربما هناك حتى أنه أسواق الأسهم عندما تنخفض يلجؤون أيضا إلى بيع الذهب مقابل هذه الأصول. بالتالي هناك بعض العوامل، وأيضا كما ذكرت قوة الدولار تلعب هذه الفترة اللاعب الرئيسي في تحركات الذهب، فتذبذب على المستوى القصير. مستويات الدعم التي نتحدث عنها تحركنا منذ 13 من مارس يعني بين مستويات 1727 و 1650، نتحدث عن مستويات هذه الدعم 1650-1660 هي التي تكون قوة، يعني المتداولين يقومون بشراء الذهب عند هذه المستويات، ولكن عندما تصل أسعار إلى 1720 لاحظ هناك عمليات بيع. لا، أشكرك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا على كل هذه المعلومات.